مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن هنا وهذه المرة من منطقة القصيم، وتحديدا من مدينة بريدة، في تغطية خاصة لمعرض رحلات الثاني، المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد، والمقام في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات. كونوا معنا في هذه التغطية. هذا المكان أكثر من 60 شركة مشاركة في هذه الصالة، وفي صالة أخرى جهات حكومية وجهات خيرية واجتماعية، فعاليات متنوعة في هذا المكان، الطيران الشرعي، الدراجات الهوائية، الفود تراك، الرسامين وغيرهم. كونوا معنا في هذه التغطية وفي هذه الفعاليات. معنا الأستاذ أحمد محمد العمار، المدير التنفيذي لمعرض رحلات الثاني بمنطقة القصيم. بداية أستاذ أحمد، شكرا لك على إتاحة الفرصة لقناة المجد لهذه التغطية وهذه الاستضافة. لو تحدث المشاهدين حول معرض رحلات الثاني، بداية المعرض وانطلاقة المعرض، وأيضا ما هي الفقرات التي يقدمها المعرض والبرامج المصاحبة في هذه الفعاليات؟ أولا شكرا لك أستاذ أحمد على حضورك وتفاعلك معنا وتفاعل قناة المجد في هذا المنشط الهام، المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد رحلات، والذي يقام للسنة الثانية على التوالي برعاية كريمة من سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز. حقيقة هذا المعرض يعني يحتوي على جميع الأنشطة المتعلقة بالسفر والسياحة والصيد والرحلات. شارك معنا كثير من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع على مستوى المملكة. يحضر معنا أيضا كثير من الجهات الداعمة وعلى رأسها إمارة منطقة القصيم، المؤسسات الداعمة والمؤسسات الحكومية العاملة وذات العلاقة في هذا القطاع. وبهذه المناسبة نتقدم لهم بجزيل الشكر والعرفان على تعاونهم وتفاعلهم وحضورهم وإثراءهم لهذا المعرض. يصاحب المعرض حقيقة فعاليات كثيرة جدا، ثقافية، أدبية، شعرية، أمسيات إنشادية، في الشيلات لقاءات أدبية تاريخية، حتى في مجال الغوص، ونحن في منطقة لا يوجد فيها بحر إلا أننا أفردنا ضمن الموضوعات الدورة التدريبية دورات متخصصة مبتدئة ومتقدمة للراغبين في الدخول في هذا المجال. الخط الثمودي نظرا لأهميته ووجود آثار كثيرة على مستوى مناطقنا السياحية في المملكة في الشمال وفي الجنوب، أفردنا أيضا فقرة ضمن الدورات التدريبية لمعرفة الخط الثمودي، وأحضرنا بتعاون مجموعة الرحالة العرب دورة في هذا المجال. اللقاءات الأدبية والتاريخية والحضارية أيضا كثيرة، كانت في مقدمتها الأمسية الأولى التي افتتحها سمو الأمير، وشاركت فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وزراعة البيئة والمياه وبعض الجهات العاملة في هذا المجال، ثم تلاها بعض الندوات. هناك أيضا الحقيقة جانب مهم، تنشيط بعض الهوايات وبعض الحرف المهنية، يعني مثل الطيران الشراعي، لدينا الدراجين العرب أو الدراجين السعودية، خصصنا مكان خاص للحرف اليدوية وأصحاب الحرف والصناعات
الفنانين على مستوى المنطقة من بريدة ومن عنيزة من جميع مناطق القصيم، شاركوا معنا بلوحات فنية، كذلك المصورين، لدينا عدد كبير من المصورين وجناح خاص لعميد مصوري المنطقة عبد الله النودري والعاملين معه في هذا المجال. كل الهوايات المتعلقة في الرحلات والسفر والصيد والأنشطة جمعناها في هذا المكان. الأستاذ محمد الحميدي أحد الجهات المشاركة في معرض رحلات الثاني والمتخصصة في مجال الصيد. أستاذ محمد، بداية لو تحدثنا وتعرفنا عن مشاركتكم، وهل هي الأولى في هذا العام أم سبق أن شاركتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركتنا هذه الأولى، هذه يعني إحنا الأوائل في البنادق الهوائية، إحنا تخصصنا بنادق هوائية، وتطورت البنادق الهوائية، كانت أول بنادق اعتيادية تعتمد على نظام الحركي السبرينج والسيستا، والآن ضغط هواء وشركات عالمية. احنا نمثل وكلاء لشركة اف اكس السويدية، ونستورد جميع انواع البنادق، الديانا والفايروخ والكريكت والاير ارمز والولتر، كمية لله الحمد كبيرة، ونحاول ان نشجع رياضة الصيد بشيء مقنن معروف ومن قبل وزارة الداخلية، والحمد لله الإقبال مشجع الحمد لله. يا هلا والله ومرحبا فيكم أول شيء في جناح الرماية. السنة هذه جناح الرماية، عفوا، المعرض الرحلاتي للموسم الثاني ما شاء الله تبارك الله على الإقبال اللي سائل عليه. الغير مستغرب من أهل منطقة القصيم لحبهم للبر، لحبهم طلع لوازم البر، ما شاء الله مشاركة جدا جميلة، جدا مثرية، لتعرف زبائنك على البضاعة اللي موجودة عندك. ما شاء الله تبارك الله، ارتاده ناس من جميع أنحاء المملكة ومن جميع أنحاء الخليج. كانت يعني بجميع المقاييس اعتبرها اللهم لك الحمد ناجحة. احنا هنا في الرماية حاولنا نعرض كل ما هو جديد، كل ما هو شيق ومبدع لمرتادين البر والرحلات. زيارتك خاصة لمعرض رحلات جاءت للقصيم؟ نعم خاصة، جايين نحن شباب، مجموعة شباب جايين عانين، أمس واصلين في الليل عشان المعرض هذا. نعم. وش السبب؟ السبب طال عمرك بدال ما أني ألف محلات في القصيم وأرد محلات في الرياض، كلها تحت سقف واحد متواجدة المحلات. نعم، وفروا علينا المشوار. جميل. كيف وجدت التنظيم والترتيب؟ وش أكثر من الأمور اللي شدتك بالمكان؟ رقم واحد التنظيم، رقم واحد، وكل شيء تمام. وأما من ناحية اللي شد انتباهي كل شيء صراحة ما شاء الله، كل شيء مضبوط، من يعني القوانيس يحصلون ليبونه، والكشات يحصلون ليبونه، من كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحييكم في جناح اكتشف القصيم. طبعا الجناح هذا ضمن مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، هو عبارة عن مركز معلومات سياحية يقدم بعض المطبوعات التسويقية، بعض الهدايا أيضا، ويقدم المركز عبارة يجيب عن استفسارات الزوار والسواح للمركز. طبعا مشاركتنا في هذا المعرض امتداد ودعم لمعرض رحلات النسخة الثانية، ما شاء الله يعني هو حقق نجاح السنة الماضية، والسنة هذه ما شاء الله يعني حجم الحضور اللي جاي، فهذا جزء من ما تقدمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمعارض وصناعة الاجتماعات بالمنطقة. عبد العزيز محمد مهوس من إدارة العلاقات العامة والإعلام منطقة القصيم، غرفة منطقة القصيم. غرفة القصيم طبعا أحد الجهات الداعمة لمعرض رحلات،
وتقدم للزوارة من برنامج تدريبي للراغبين بالعمل في المولات التجارية لمنطقة القصيم بشراكة مع هدف لتدريب 5000 شاب وشابة من ضمن ست وظائف، اللي هي طبعا الوظائف اللي هي مدير المعرض ومشرف معرض وكاشير وخصائي مبيعات ومصفف وأمين صندوق. شاركت الجمعية في معرض رحلات الثاني في جملة من البرامج والأنشطة التي تعرف في الجمهور الحاضر لهذا المعرض فيها، منها من أنشطة هذه الجمعية هي الكفالة التربوية والكفالة المعيشية المادية، وكذلك البرامج اللي تقدمها للأسر اللي هي الأسر المنتجة، وكذلك الأنشطة اللي هي برنامج سكنة وبرنامج ساعد، وكذلك الأشياء الداعمة لنا وهي الأوامر المستديمة التي الجمهور الحاضر والمجتمع الذي يدعم فيه هذا اليتيم حتى يقوم على يديه ويكون عضوا فاعلا في هذا المجتمع. المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ترعى الأيتام مجهول الأبوين. لدى المؤسسة 10 فروع على مستوى المملكة، ولدى فرع القصيم ما يزيد عن 8 بيوت نموذجية، في كل بيت ما يزيد عن من 10 إلى 14 يتيم. تقدم لهم المؤسسة الرعاية الكاملة، تعليم، تأهيل، ابتعاث دراسي، تزويج. كذلك يوجد لدى المؤسسة 10 أو 15 من الأسر المتزوجة، كذلك نقدم لهم الرعاية ما بعد الزواج سواء بالإصلاح الأسري. نفيدكم أن المؤسسة ولله الحمد لديها أيتام ممن تفوقوا علميا، فلدى فرع القصيم لديهم أيتام تخرجوا من كلية الطب وكلية الهندسة، وبعضهم أخذ التفوق العلمي والدراسي. طبعا حببنا هذه المشاركة لتعريف لهذه اللجنة القائمة على فئة من أبناء هذا الوطن نزل السجون في المملكة العربية السعودية، هيئة وطنية معتمدة ولله الحمد. طبعا أبشرك الحمد لله كان هناك إقبال من الجمهور في هذا المهرجان الرائع الحقيقة، وكثرة الزوار لهذا المهرجان. استغلينا هذا الزحم من المواطنين للتعرف لهذه اللجنة، فكان هناك ولله الحمد يعني من التبرعات، من الحضور الحقيقة، من التجاوب مع هذه اللجنة. أنا الحقيقة يعني أهيب لها جميع الجمعيات أن تساهم في هذه المهرجانات وتكون لها تعريف فعلا لخدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. خالد المعشني في سلطة عمان. زرنا المعرض، أول ما تابعنا المعرض في وسائل التواصل الاجتماعي ولفت انتباهنا عنوان المعرض وفكرته، وقررنا زيارته ووصلنا وتجولنا فيه اليوم. وبشكل عام الاجتماع المعرض فكرته جيدة جدا، يعني يختص في قطاع احنا يعني مركزين عليه اللي هو قطاع الرحلات، وسبب زيارة تجارية بحيث انه نحن نتعاون مع الشركات الموجودة. وفكرة المعرض ممتازة جدا، واحنا نثني على الجهود اللي بذلت. مكونات المعرض يعني مميزة، الجانب ايضا التراثي والجانب الضيافة الثقافة السعودية يعني بارزة بشكل جميل جدا. وفي الأخير يعني إن شاء الله تتكرر هذه الزيارة لمثل هذا المعرض لما التمسنا منه إن شاء الله من جدوى بالنسبة لنا شخصيا. رسالة شكر إلى المنظمين وعلى حسن التنظيم وعلى كرم وحفاوة الاستقبال وعلى حفاوة الضيافة وكل شيء. الأستاذ عبد الرحمن المزيني عروق الشمال، أحد الجهات المشاركة في معرض رحلات الثاني بالقصيم. أستاذ عبد الرحمن، لو تحدثنا عن مشاركاتكم، نوع مشاركاتكم في هذا المكان وإقبال الناس، كيف وجدتم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أول مشاركة طبعا لنا بالمعرض، لكن الحمد لله لقينا منها أصداء كثيرة. أولا حضور الزبائن كان بشكل غير متوقع، ثانيا تكوين علاقات سواء مع الشركات المشاركة أو من خارج المعرض كان له أثر كبير الحمد لله بالنسبة لنا. طبعا المعرض رحلات الثاني يعتبر من أهم المعارض بهذا القطاع، فهو يقع في منطقة استراتيجية وهي منطقة القصيم، ويتميز أهل القصيم بالطلعات البر والكشتات والتنزه والسياحة الصحراوية بشكل كبير. القصيم وما حولها هي أول منطقة الوسطى عموما،
كذلك أنه يكون الوقت المعرض وقت مناسب جدا وهو قبيل إجازة الربيع منتصف العام الدراسي، فولله الحمد وفقنا للمشاركة للعام الثاني على التوالي، وفيه إقبال جيد لاحظناه من مناطق مختلفة من السعودية ومن دول الخليج، وجدنا من عمان، وجدنا من الكويت، وجدنا من الإمارات، وهذا يدل على أنه في نجاح لهذا المعرض. طبعا هو يضم عدة أنشطة منها المعدات الرحلات والتخييم، كذلك الملاحة البرية، الدراجات الهوائية، في مجالات مختلفة ما أقدر أحصرها لك، عدد السيارات والتزويد السيارات، سيارات الكلاسيكية، ويصاحب المعرض كذلك برضو فعاليات مؤتمرات ومتحدثين بها خلال الخمس أيام، فهو تفاعل قوي جدا ويضيف للمنطقة أضيفة اقتصادية كبيرة جدا. واحد اثنين أنه ينمي ثقافة الرحلات ويرفع يعني موضوع أنه الإنسان ما يروح يسافر برا، وهنا فيه عندنا صحاري واسعة فيها الكثبان الرملية والأودية والشعاب وأماكن كثيرة. نعم، شفنا اليوم في سحبات وكوبونات، وش هالسحبات الموجودة؟ طبعا شركة السنيدي أخذت على عاتقها إنجاح هذا المعرض مع المنظمين كذلك، فوضعنا سحبات يومية لزوار المعرض، كذلك شركة السنيدي أعطت خصومات لزائري المعرض 10% على كل تسوقهم من شركات السنيدي بإذن الله خلال فترة المعرض الخمس أيام. صالح ابن علي انقدان الفنان التشكيلي المعروف، حياك الله استاذ. حياكم الله، هذه ساعة مباركة وشكرا لقناة المجد اللي اتاحت الفرصة لي. والله اتصلوا بالاخوان في معرض الرحلات وحقيقة لبيت الدعوة وحطوا لي حقيقة مكان خاص او جناح، واقول الحمد لله لعلنا ان شاء الله نرضي الجميع ان شاء الله. والله شوف بالحقيقة بالآونة الأخيرة حقيقة لأني أقيم دورات، أنا بالواتساب أقيم دورات لايف، أشوف ما شاء الله مجموعة كبيرة من الفتيات والفتيان حقيقة، وهذا شيء جميل حقيقة، وبادرة طيبة وتشجيع حقيقة للمواهب، فأقول الحمد لله يعني طلعنا بصورة جيدة أحسن من أول. الفرصة الآن متاحة للجميع حقيقة، أنا أقيم دورات بالواتساب وأفضل للفتيات خاصة لأنه ما يكون معهم رجال وتلفوناتهم تكون محفوظة، فأقول يعني أنا مستعد للجميع. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام تغطيتنا الخاصة لمعرض رحلات الثاني بمنطقة القصيم، على أمل لقاء بكم بمشيئة الله تعالى في تغطيات قادمة لبرنامج نحن هنا من منطقة القصيم. أحمد حسن. نحن هنا.